عمرك تخيلت ان يكون في مدن من غير طرق ولا عربيات؟ حد فاكر فيلم همام في امستردام بتاع هنيدي؟ همام بعد ما خاله ابراهيم فتح الباب سقع له في الغربه اتبهدل وراح قعد جنب باركينج شكله غريب ما فيهوش ولا عربيه، الباركينج كان كله عجل، ودي كانت حاجه مدهشه جدا بالنسبه لنا. شكل الشارع نفسه كان غريب، مش زحمه زي عندنا، وده حصل لانه اصلا مش متصمم للعربيات. اهلا بيكم في حلقه جديده من المعماري، انا احمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكايه. مع بداية انتشار العربيات، مدن كتير في العالم كان لازم تعيد التخطيط بتاعها علشان تناسب النوع ده من النقل. لازم يوسعوا الشوارع، يسفلتوها، يأهلوها أكتر لحركة العربيات، لأن خلاص ده واقع ولازم نتعامل معاه. يعني مثلاً لو بصينا على مدينة أوروبية زي أمستردام، هنلاقي إن بعد الحرب العالمية الثانية الاقتصاد اتحسن والعربيات بدأت تنتشر بشكل كبير، المدينة كلها بقت بتسوق خلاص. في ناس ممكن تشوف إن دي حاجة كويسة، خلينا نتدلع ونتبسط ونقف نفول ونشرب قهوة من سيركل كي، بس في الحقيقة ده كان مؤشر خطر، لأن الزيادة الكبيرة في العربيات دي بدأت تعمل مشكلة في الشوارع، خصوصاً إن أمستردام مدينة قديمة والشوارع اللي فيها ضيقة ومش مؤهلة أصلاً للنوع ده من النقل، وبالتالي الزحمة بقت أكتر بكتير. وعلشان يحلوا الأزمة دي بدأوا يهدوا المباني علشان يوسعوا الطرق ويخلوا فيه مساحات أكبر للعربيات. وفعلاً على قد ما ده طور جداً من شكل المدينة من وجهة نظرهم طبعاً، وخلاها مناسبة أكتر لوسيلة النقل الجديدة والحركة فيها بقت أسهل، بس ده زود قوي من الحوادث. تسألني ازاي الحركة بقت اسهل والحوادث زادت؟ هقولك منطقي، شوارع اوسع يعني عربيات اكتر، والعربيات دي بتتحرك بسرعة اكبر يعني حوادث اكتر. وهنا الناس قلقت لدرجة انهم بدأوا يسألوا نفسهم، هي العربيات دي المفروض انها تسهل حياتنا ولا احنا اخترعناها علشان تقضي علينا؟ احنا بنموت، رجعونا فقرة تاني. الناس بقت خايفة على نفسها وعلى اطفالها، علشان كده بدأوا يطالبوا الحكومة انهم يحلوا المشكلة. وهنا الحكومة فعلاً اتحركت واستعانت بالمتخصصين، وواحد من المتخصصين دول كان المهندس الأمريكي ديفيد يوكينن، اللي كان شايف الحل بالنسبة له إنه يكرر نفس اللي اتعمل في أمريكا، يفصل المناطق السكنية عن المدينة ويخليها في الضواحي علشان يبعد الناس عن الدوشة والزحمة، يعيشوا لوحدهم هناك، ويعيد تخطيط أمستردام بالكامل، يوسع الشوارع بتاعتها علشان تستحمل الرحلات اليومية من العربيات. ما هي الناس كل يوم هتيجي من بيوتهم في الضواحي لمركز المدينة علشان يشتغلوا، فلازم المدينة تستوعب العدد الكبير الرحلات اليومية اللي هتيجي. بس ركزوا معايا، هنا في مشكلة يوكينن ما خدش باله منها، وهي إن أمستردام مش أمريكا. أنا عارف إن الجملة تبان بديهية لغوياً، لكن معمارياً وراها حوار كبير قوي. وخليني أقولك، أمستردام عكس أمريكا لأنها مدينة قديمة فيها قنوات مائية كتير اللي بيسموها عندنا ترع، وعلشان نوسع الشوارع لازم نردم عدد كبير منها، وده طبعاً ما ينفعش لأن أكيد مش ده الحل، إحنا كده بنقضي على الطبيعة وبنتأقلم أكتر مع المشكلة مش بنحلها. ومهما وسعنا الشوارع عمرها ما هتستوعب الزيادة الكبيرة اللي هتحصل بعد كده في العربيات. إحنا كده ممكن نكون بنعمل حل مؤقت، بناخد مسكنات، في حين الصح إننا نعالج المشكلة نفسها ونحاول نقلل العربيات، نخلي الناس مش محتاجاها أصلاً، لأن ده مش بس هيحل مشكلة الزحمة ويقلل الحوادث، لا ده كمان هيقلل من انبعاثات الكربون وكمان هيقلل من الدوشة في المدينة. طب معلش هيقللوا العربيات إزاي؟ هحكي لك، اتقل عليا. علشان نخلي الناس تستغنى عن العربيات بتاعتها، ده موضوع صعب قوي ولازم يجي بالتدريج، سلانسية كده بلغة الأسفلت، ما ينفعش يتعمل مرة واحدة. يعني مثلا في الأول اتقدم مقترح إن يكون في يوم واحد في المدينة من غير عربيات، الناس كلها تسيب عربياتها في البيت وتتحرك بالعجل أو تتمشى كنوع من الرياضة، وبرضو علشان تحافظ على صحتك. وواحدة واحدة بدأت الدولة تحسن من شبكة المواصلات العامة، ما هي لازم توجد بديل للناس. طب يجي هنا حد يسألني ويقول لي ما هي الناس هتسيب العربيات بتاعتها وهتركب مواصلات، كده كده هيكون في زحمة. هقول لك لا، وخلينا اشرح لك. تعالى مثلا نقول ان عندنا 50 شخص محتاجين ننقلهم من مكان لمكان تاني في المدينة، اللي نقدر نقول عليها الرحلات اليومية من البيت للشغل اللي بنعملها كل يوم. لو كل واحد قرر انه يركب العربية بتاعته ويتحرك بيها، كده بقى عندنا 50 عربية في الشارع، مع ان لو نفس الخمسين شخص دول لو قرروا انهم يركبوا مواصلات عامة هنقدر ننقلهم باوتوبيس واحد بس. يعني بدل ما ناخد من الشارع مساحة 50 عربية ملاكي، خدنا مساحة اوتوبيس واحد، وده طبعاً هيقلل جداً من الزحمة. ما اقتنعتش مش كده؟ طب تعال اقنعك بالأرقام. على حسب بعض الدراسات، الحارة المرورية الواحدة لو اتخصصت للعربيات الملاكي هتقدر تنقل تقريباً 1600 شخص في الساعة. طب ركز معايا في الحتة جاية دي، لو اتخصصت للعجل هتنقل 7500 شخص. طب لو للمشاة
هتنقل 9000 شخص، إنما بقى لو عملناها لنقل العام أوتوبيسات أو مترو هتنقل ساعتها 25000 شخص في نفس الساعة. شايفين الفرق قد إيه؟ علشان كده المواصلات العامة هي الحل السحري للمشكلة، وده اللي أمستردام فهمته وحاولت تطبقه. بدأوا يقللوا الحارات المخصصة للعربيات ويزودوا من حارات المشاة والدراجات، وبدأوا يفرضوا رسوم عالية جداً على الباركينج وسط المدن علشان الناس تحسبها كويس قبل ما تتحرك بعربياتها. عايز تكروز بالعربية؟ ادفع. مش عايز تدفع، المواصلات العامة موجودة وبتروح كل حتة. المدينة فيها 14 خط ترام، 40 خط أوتوبيس، و6 خطوط للمترو، ده غير العبارات اللي بتتحرك في المية، وكله معمول بأعلى مستوى. مش هنخليك تتشعلق في الأوتوبيسات، ما تقلقش. ومن ساعتها الهولنديين كلهم بقوا عباقرة في لم الأجرة وعفاريت في التزويغ من التذكرة. بهزر طبعا، ما تصدقش، بس فعلا بقى في اعتماد كبير على المواصلات العامه. خلاص كده؟ لا لسه، ده احنا كمان هنلاقيهم بداوا ينشروا ثقافه ركوب الدراجات، وبقوا بيشجعوا الناس عليها اكتر، وعملوا طرق جديده مخصصه بس ليها، وكمان بيكون ليهم دايما اولويه في المرور. يعني لو في تقاطع بين طريق دراجات وطريق عربيات، الاولويه بتكون دايما للدراجات. وهنا حصلت المعجزه، المشوار اللي ممكن تاخده بالعربيه في نص ساعه بقت تقدر تاخده بالعجله في 10 دقايق بس. وعلشان التجربه تكون ممتعه اكتر، كان لازم يزودوا المساحات الخضراء في المدينه، يحسسوا الناس اللي بتتمشى او بتركب عجل انهم مميزين، ماشيين وسط زرع وجناين، بعيد تماما بقى عن العربيات وارمي بوزك والحاره واقفه وحد ياخد عليك غرزه ولا حد يشتمك بالكلاكس. وطبعا ده غير ان الجناين والمساحات الخضراء دي هتقلل جدا من التلوث. ومن هنا بدأ واحده واحده يزودوا الاماكن المخصصه للعجل والمشاة، ويقللوا من المساحات المخصصه للعربيات، لدرجه ان بقى في اماكن معينه بقى محظور ان العربيات تمشي فيها، زي المناطق السكنيه مثلا. يعني انت تنزل من بيتك تركب العجله وتروح بيها لاقرب محطه اتوبيس او مترو لو رايح مكان بعيد، انما لو رايح مكان قريب يبقى عجلتك وطيران على هناك. كل الحاجات دي حولت امستردام لواحده من اقل المدن اللي بيستخدموا فيها عربيات في العالم، والعجل هناك اكتر من الناس حرفيا، وده يفسر الباركينج بتاع حمام لو فاكرينه. وقدروا انهم يوصلوا ان 60% من الرحلات بتتعمل بالدراجات، يعني توفير في استهلاك البنزين، تقليل في عوادم السيارات، تقليل في الدوشه في المدينه، وده خلى امستردام مستدامه اكتر. واللي امستردام وصلت له ده كان انجاز الهم مدن تانيه كتير انها تطبق نفس الفكره، مدن زي كوبنهاجن مثلا في الدنمارك. خلينا نقول ان الوضع في كوبنهاجن كان مختلف شويتين، لان اولا ما عندهمش الزحمه الفظيعه اللي كانت موجوده في امستردام، كمان المدينه مساحتها اصغر، والتخطيط بتاعها كان احسن شويه من تخطيط امستردام. يعني لو بصينا عليه هنلاقيه متصمم على 5 محاور، مخططين المدينه بطريقه 5 في عين العدو، وده بجد مش هزار، هم فعلا بيسموه هناك كده الـ5 finger plan، لانه فعلا شبه كف الايد، قلب المدينه التاريخي في النص، والامتداد بتاعها بيكون في الـ5 اتجاهات، وكلهم متواصلين ببعض عن طريق قطر كهرباء. وهنلاقي كمان مركز المدينه متجمع فيه اغلب الانشطه التجاريه والاداريه، والبيوت مش بعيدة عنهم، يعني تقدر عادي جداً إنك تروح شغلك وترجع مشي أو بالعجلة، لأن المسافة مش بعيدة. علشان كده ده سهل كتير قوي في التسويق لفكرة إننا نستغنى عن العربيات الملاكي ونعتمد بشكل كامل على الدراجات. كوبنهاجن اتعلمت من أمستردام بس ما نحتوش منهم وهم ساكتين، لأ، دول طوروا الموضوع أكتر علشان يناسب طبيعة البلد. يعني مثلاً لو فاكرين ممرات العجل اللي اتعملت هناك، هنلاقيهم عملوها برضو هنا، بس سموها The Bicycle Snake، ودي عبارة عن ممرات سريعة معمولة للعجل بس، بتوصل بين نقطتين في المدينة في أقل وقت وأقصر مسافة. نفس فكرة لعبة السلم والتعبان لو تفتكروها، وقفت عند السلم هتاخد طريق مختصر وتطلع، وقفت عند التعبان هتاخد نفس الطريق المختصر بس هتنزل. ده غير إن هنلاقيهم كمان بدأوا يعتمدوا على فكرة الدراجات العامة، يعني مش لازم يكون عندك عجلة، لأ، انت ممكن تأجر واحدة عادي جداً تروح بيها مشاويرك وتسيبها في أقرب محطة بعد ما توصل، بحيث تبقى حر، مش مضطر لا تشيل عجلة ولا ترجع لنفس المكان لو رايح كذا مشوار. وبالشكل ده احنا نقدر نقول انهم ادوا أفضلية للدراجات في تصميم المدينة، فالناس بقت بتستخدمها أكتر، وهو ده بالظبط اللي هم عايزينه. من الآخر كوبنهاجن قدرت عن طريق تصميم المدينة انها تقلل الاعتماد جداً على العربيات الملاكي. أكيد لسه في ناس بتستخدم العربيات، بس بنسبة قليلة جداً. الأسهل هناك إنك تتمشى أو تستخدم الدراجات والمواصلات العامة. فعلاً قدروا يوصلوك إنك مش محتاج تشتري عربية،
العربيات بقت زي الليزي بوي، مش وسيلة نقل، هي مجرد رفاهية. ده في دول كمان خلت المواصلات العامة ببلاش علشان تقنع الناس إنها تستخدمها، زي مثلاً لوكسمبورغ. هو ممكن يكونوا بيخسروا فلوس دلوقتي، بس هم عارفين كويس قوي إنهم هيصرفوا أكتر من كده بكتير علشان يحلوا مشاكل التغير المناخي. خلينا نقول إن اللي فات ده مش بس في بلاد الفرنجة، لأ، ده توجه عالمي بتسعى ليه كل الدول. يعني مثلاً في مصر عندنا رؤية مصر 2030، وفي دبي 2040، والسعودية كذلك. كل دولة بتحاول تحقق الاستدامة بطريقتها. يعني مثلاً في دبي في 2010 عملوا مبادرة هناك اسمها إمارات بلا مركبات، علشان تشجع الناس إنها تستغنى عن عربياتها وإنهم يعتمدوا أكتر على المواصلات العامة اللي أغلبها بيشتغل بالكهرباء، وبكده تكون صديقة للبيئة. كمان التخطيط بتاعها بيساعد على ده، وبيحاولوا دايماً إنهم يحسنوا من جودة الحياة في المدينة ويربطوها أكتر بالطبيعة. ملخص الموضوع إن في مدن سبقت في تحقيق الاستدامة ونجحوا لأنهم قدروا يشوفوا المشكلة فين من الأول ويحلوها قبل ما تكبر، وما بقتش المشكلة في زحمة الشوارع أو الإزعاج، لأ، هم قدروا يشوفوا المشكلة الأكبر وهي انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري، واللي تعتبر سبب رئيسي في التغير المناخي اللي كلنا بنعاني منه دلوقتي، وقدروا يوصلوا لجودة الحياة أو قربوا من ده. وفي مدن تانية دلوقتي حاطة خطط واضحة علشان تلحق اللي فاتها وتحاول تحقق ده في السنين اللي جاية. كل مدينة ممكن تختلف في الخطة اللي حطاها، بس كلهم اجتمعوا إنهم لازم يتخلصوا من العربيات قبل 2050، لدرجة إن بقى في مشاريع كتير بتظهر لمدن مفيش فيها طرق من الأساس، زي ذا لاين في السعودية، لأنهم هيصمموا المدينة بشكل معين يخليك أصلاً ما تحتاجش العربية، وهو ده اللي إحنا عايزينه. ومش عايزين التطور اللي إحنا وصلنا له دلوقتي يكون هو السبب في القضاء علينا. وبس كده، خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة، وخلونا نتناقش في الكومنتات. وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري.